افتكر حاجات كتير قوي قوي يعني. افتكر معلش انا حكيت قبل كده بس لازم احكي لك، لان هي فعلا موقف كان لذيذ قوي. كان اختارني الاستاذ صلاح ذو الفقار مره، لان كان جسمي رياضي وانا ما اعرفش ايه اللي يعني كان حزقني قوي ان انا كل شويه اعمل كده وبتاع، فراح واخدني في فريق الملاكمه. بس انا الملاكمه كانت بالنسبه لي سينما، اللي بشوفها في السينما دي يعمل كده وبتاع. وكان ماتش ضد جامعه عين شمس. وانا لقيت قدامي حاجه سوده من غير رقبه، خدت لي بالك؟ الواد رقبته واصله لحد هنا، معرفش اسمه عاطف ولا ايه، ربنا يديه الصحه طبعا. اللي بتشوفهم في الافلام دول اللي هم العمالقه يعني، ما لقاش الا ده يجي عندي انا، وانا الطلبه بيشجعوني تشجيع رهيب، حبايبي دفعتي. شعورك ايه وانت شايف واحد زي ده قدامك؟ انا قلت هيهوش كده تهويشتين، انا اصطاد واحده زي الافلام، زي ما بتشوف افلام روكي والعالم ده وبتاع، ازاي بيصطاد والسلو موشن يضربه كده يروح الميه منطوره والمش عارف ايه. فالمهم يعني الواد يعني حتى ممكن يبقى جنتل معايا، هو ما عملش حاجه يعني، انا نازل اعمل كده وبس فارد ايده، فارد ايده لحد ما قرب عليا، هي واحده بس ما اعرفش شمال ولا ايه. والله يا عم انا لقيت حاجه سودة داخله عليا كده، انسى. لقيت نفسي نايم في المستشفى وقاعد في الكليه نفسها وراقد وبيفوقوني وبتاع، وقاعد جنبي استاذ صلاح وبيضحك. قلت له